ليش ممكن كان يعني موقف مثال الحكم يعني تجاه مثال المشاريع بعد الاستقلال؟ بعد الحكم الذاتي؟ بعد الاستقلال يعني بعد 56. انت تقصد بعد الاستقلال التام يعني كان بعد الاستقلال التام كانوا رشيط محل حظوة ومحل تقدير وكانوا راضين على انفسهم والعروش الكل تقدروا رشيط وتجلهم ايما اجلال، هذا زيادة على احترام السلطة له. ولما ارادت السلطة ساعتها باش تكون اطارات معناها باش تسوس بها البلاد باش تحكم بها البلاد، مثلا كما كونت النواة تاع الحرس الوطني اللي خلف من الجدرمية سابق، والا باش تكون اطار الولات اللي خلف اطار المراقبين المدنيين، والا المعتمدين اللي معناها اللي كون اطارهم اطار العمال الجيات سابق، بحيث ما رعتش النظام ما رعاش فقط الامكانيات يعني المدرسيه صح التعبير، سي فلان عنده الدكتوراه ولا سي فلان عنده ليسانس، راعت هذا المحل، لانه الشيء الهام جدا اللي راعته هو مدى يعني اخلاص اك الناس هذوكم للنظام الجديد. شكون كان الجزائر ان إن مساهمة أولاد الشريط في تحرير تونس شيء معترف به، فحسنية مثلا تحصلت على وسام الجمهورية من الرئيس السابق، وعلي الشريطي وغيره تحصلوا على منصب معتمد، ولكن الشيء الذي يهمنا هل أن أولاد الشريط خاصة عمره قاعد مختفي مسكين، عندما جاء نظهر الغادي وبث فيهم شوية دعاية وصل باش قناع خمسة ستة أفراد عندهم قيمتهم، عندهم ينظموا الخمسة ستة أفراد ولا سبعة أفراد خلاهم لهنا، ولت نواة فرق تقريبا 13 أو 14 فرد بك العزيمة الفولاذية وبك الشجاعة وباش كذا، هذيك كل مرة تعمل حويجة في جبل. اش معناها تعمل حويجة في جبل؟ كل مرة تتلاقى هي والسلطة الفرنسوية ويطلقوا الرصاصة على بعضهم. كيف استمرت الحالة في عام 52 وما شدوش الأزهر وما وقعش القائد قبض على الأزهر وإلا كالرفاق بتاعه، شبه تشجعت بعض فرق أخرى، كل فرقة بعثت نواة عليها، بعثت 3 4 5 أفراد أخرى وانضموا البعض، حتى وصلت في اخر المطاف عندنا 1867 ثاير من الجنوب، اي من الجنوب كله 1867 ثاير، مش كيف العباد العاديين، ناس اسود، ناس شجعان، ناس يحاربوا في فرنسا، اللي في فرنسا اللي تضرب بالبي 52 وفرنسا اللي ضربت في الهند الصيني، يعني من الدول العظام حارت فيهم فرنسا، حارت فيهم. وفي خاتمة المطاف ما وجا رئيس حكومتهم مانديش فرانس في 31 جويلية عام 54 وألقى أمام البي الكلمة نتاعو النداء نتاعو معناها للهدوء، وفرنسا مستعدة يعني باش تعطيكم الحكم الذاتي الاستقلال الذاتي إن صح التعبير، بحيث إذا كان باش الإنسان ينصف الناس ويقول معناها كلمة الحق، إن دور أولاد الشريط في الثورة كان دور حاسم. بعد الاستقلال الذاتي شكون كان يعني موقف مثال الحكم يعني تجاه مثال أولاد الشريط بعد الاستقلال؟ بعد الحكم الذاتي؟ بعد الاستقلال يعني بعد 56. انت تقصد بعد الاستقلال التام يعني كان بعد الاستقلال التام كانوا أولاد الشريط محل حظوة ومحل تقدير وكانوا راضين على انفسهم والعروش الكل تقدر أولاد الشريط وتجلهم ايما اجلال،
هذا زيادة على احترام السلطة له. ولما أرادت السلطة ساعتها باش تكون إطارات قاعد مختفي مسكين، عندما جاء نظهر الغادي وبث فيهم شوية دعاية وصل باش قناع خمسة ستة أفراد، خمسة ستة أفراد عندهم قيمتهم، عندهم ينظموا الخمسة ستة أفراد ولا سبعة أفراد خلاهم لهنا، ولت نواة فرق تقريبا 13 أو 14 فرد، 13 أو 14 فرد، بك العزيمة الفولاذية وبك الشجاعة وباش كذا، هذيك كل مرة تعمل حويجة في جبل. إيش معناها تعمل حويجة في جبل؟ كل مرة تتلاقى هي والسلطة الفرنسوية ويطلقوا الرصاصة على بعضهم. كيف استمرت الحالة في عام 52 وما شدوش الأزهر وما وقعش القاضي القبض على الأزهر وإلا كالرفاق بتاعه، شبه تشجعت بعض فرق أخرى، كل فرقة بعثت نواة عليها، بعثت 3 4 5 أفراد أخرى وانضموا البعض، حتى وصلت في آخر المطاف عندنا 1867 ثائر من جنوب، أي بلد من جنوب كل 1867 ثائر، مش كيف العباد العاديين، ناس أسود، ناس شجعان، ناس يحاربوا في فرنسا، اللي في فرنسا اللي تضرب بالبيسين كاندوز، وفرنسا اللي 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 اللي, 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 اللي ضربت في الهند الصيني، يعني من الدول العظام حارت فيهم فرنسا، حارت فيهم. وفي خاتمة المطاف ما وجا رئيس حكومتهم مانديس فرانس في 31 جويلية عام 54 وألقى أمام البي هاك الكلمة نتاعو، هاك النداء نتاعو معناها للهدوء، وفرنسا مستعدة يعني باش تعطيكم الحكم الذاتي الاستقلال الذاتي إن صح التعبير، بحيث إذا كان باش الإنسان ينصف الناس ويقول معناها كلمة الحق، إن دور أولى الشريط في الثورة كان دور حاسم. بعد الاستقلال سيدي شكون كان يعني موقف مثال الحكم يعني تجاه مثال أولى الشريط؟ بعد الاستقلال؟ بعد الحكم الذاتي؟ بعد الاستقلال يعني بعد 56. أنت تقصد بعد الاستقلال التام يعني كان؟ بعد الاستقلال التام كان أولى الشريط محل حظوة ومحل تقدير وكانوا راضين على أنفسهم والعروش الكل تقدروا للشريط وتجلهم أيما إجلال، هذا زيادة على احترام السلطة له. ولما أرادت السلطة ساعتها باش تكون إطارات معناها باش تسوس بها البلاد، باش تحكم بها البلاد، مثلا كما كونت النواة تاع الحرس الوطني اللي خلف من الجدرمية سابق، وإلا باش يتكون إطار الولات اللي خلف إطار المراقبين المدنيين، وإلا المعتمدين اللي معناها اللي يكون إطارهم إطار العمال من القيادة سابق، بحيث ما رعتش النظام، ما رعاش فقط الإمكانيات يعني المدرسية صح التعبير، سيفلان عنده الدكتوراه ولا سيفلان عنده ليزانس، راعت هذا المحال، إلا أنه الشيء الهام جدا اللي راعته هو مدى يعني إخلاص أك الناس هذوكم للنظام الجديد. شكون كان الجزائر حيث إن مساهمة أولاد الشريط في تحرير تونس شيء معترف به، فحسينية مثلا تحصلت على وسام الجمهورية من الرئيس السابق، وعلي الشريطي وغيره تحصلوا على منصب معتمد، ولكن الشيء الذي يهمنا هل أن أولاد الشريط خاصة عمره إطارات معناها باش تسوس بها البلاد، باش تحكم بها البلاد، مثلا كما كونت النواة تاع الحرس الوطني اللي خلف من الجدرمية سابق، وإلا باش يتكون إطار الولات اللي خلف إطار المراقبين المدنيين،
والا المعتمدين اللي معناها اللي كون اطارهم اطار العمال الجهات سابق بحيث ما رعتش النظام ما رعاش فقط الامكانيات يعني المدرسيه صح التعبير سي فلان عنده الدكتوراه ولا سي فلان عنده ليسانس راعت هذا المحل لانه الشيء الهام جدا اللي راعته هو مدى يعني اخلاص اك الناس هذوكم للنظام الجديد. شكون كان الجزائر ان ان مساهمه اولاد الشريط في تحرير تونس شيء معترف به، فحسنية مثلا تحصلت على وسام الجمهورية من الرئيس السابق، وعلي الشريطي وغيره تحصلوا على منصب معتمد، ولكن الشيء الذي يهمنا هل أن أولاد الشريط خاصة عمره قاعد مختفي مسكين عندما جاء نظهر الغادي وبث فيهم شوية دعاية وصل باش قناع خمسة ستة أفراد عندهم قيمتهم عندهم ينضموا الخمسة ستة أفراد ولا سبعة أفراد خلاهم لهنا ولت نواة فرق تقريبا 13 أو 14 فرد بك العزيمة الفولاذية وبك الشجاعة وباش كذا هذيك كل مرة تعمل حويجة في جبل اش معناها تعمل حويجة في جبل كل مرة تتلاقى هي والسلطة الفرنسوية قلت له كل رصاصة راه فاضل. كيف استمرت الحالة في عام 52 وما شدوش نزهر وما وقعش القبض على نزهر وإلا كالرفاق بتاعه شبه تشجعت بعض فرق أخرى عزيمة كل فرقة بعثت نواة على جهة بعد ثلاثة أربعة خمسة أفراد أخرى ونضموا البعض كل مرة حتى وصلت في آخر المطاف عندنا 18167 زائر اي بلد بالجنوب كله كيف 18167 زائر حالة في عام 52 باش كيف ما شدوش نزهر لا بقاش العادي ناس ناس يحاربوا في فرنسا شجعت بعض اللي في فرنسا كل فرقه بعثوا نواه عليها بعد ثلاثه اربعه خمسه بالبيسي كندور ونضموا وفرنسا اللي حتى وصلت في اخر القطار في الهند الصيني عندنا 18167 زائر اي بلد بالجنوب كله 18167 زائر في خاتم باش كيف العباد العادي ناس اسود ناس شجعان ناس يحاربوا في فرنسا اللي في فرنسا اللي تضرب بالبي 52 يعني باش تعطيكم وفرنسا اللي ضربت مثلا في الهند الصيني يعني من الدول العظام حارت فيهم فرنسا حارت فيهم وفي خاتمة المطاف موجة رئيس حكومتهم مانديس فرانس في 31 جويلية عام 54 وألقى أمام البي الكلمة نتاعو النداء نتاعو للمناه للهدوء وفرنسا مستعده يعني باش تعطيكم الحكم الذاتي الاستقلال الذاتي ان صح التعبير بحيث اذا كان باش الانسان ينصف الناس ويقول معناها كلمه الحق ان دور اولاد الشريط في الثوره كان دور حاسم بعد الاستقلال الذاتي شكون كان يعني موقف مثال الحكم يعني تجاه مثال اولاد الشريط بعد الاستقلال بعد الحكم الذاتي بعد الاستقلال يعني بعد 56 انت تقصد بعد الاستقلال التام يعني كان بعد الاستقلال التام كانوا اولاد الشريط محل حظوة ومحل تقدير وكانوا راضين على انفسهم والعروش الكل تقدر اولاد الشريط وتجلهم ايما اجلال هذا زيادة على احترام السلطة له ولما ارادت السلطة ساعتها باش تكون اطارات معناها باش تسوس بها البلاد باش تحكم بها البلاد مثلا كما كونت النواة تاع الحرس الوطني اللي خلف من الجدرمية سابق
والا باش يتكون اطار الولات اللي خلف اطار المراقبين المدنيين والا المعتمدين اللي معناها اللي يكون اطارهم اطار العمال من الجهات السابقه بحيث ما راعتش النظام ما راعاش فقط الامكانيات يعني المدرسيه صح التعبير سي فلان عنده الدكتوراه ولا سي فلان عنده ليزانس راعت هذا المحل لانه الشيء الهام جدا اللي راعته هو مدى يعني اخلاص اك الناس هذوكم للنظام الجديد. شكون كان الجزائر إن مساهمة أولاد الشريط في تحرير تونس شيء معترف به، فحسنية مثلا تحصلت على وسام الجمهورية من الرئيس السابق، وعلي الشريطي وغيره تحصلوا على منصب معتمد، ولكن الشيء الذي يهمنا هل أن أولاد الشريط خاصة عمره قاعد مختفي مسكين، عندما جاء نظهر الغادي وبث فيهم شوية دعاية وصل باش قناع خمسة ستة أفراد عندهم قيمتهم عندهم ينضموا الخمسة ستة أفراد ولا سبعة أفراد خلاهم لهنا ولت نواة فرق تقريبا 13 أو 14 فرد بك العزيمة الفولاذية وبك الشجاعة وباش كذا هذيك كل مرة تعمل حويجة في جبل اش معناها تعمل حويجة في جبل كل مرة تتلاقى هي والسلطة الفرنسوية ويطلقوا الرصاصة على بعضهم كيف استمرت الحالة في عام 52 وما شدوش الأزهر وما وقعش القائد قبض على الأزهر وإلا كالرفاق بتاعه شبه تشجعت بعض فرق أخرى كل فرقة بعثت نواة عليها بعثت ثلاثة أربعة خمسة أفراد أخرى وانضموا البعض حتى وصلت في اخر المطاف عندنا 1867 ثاير من جنوب اي بلد من جنوب كل 1867 ثاير مش كيف العباد العاديين ناس اسود ناس شجعان ناس يحاربوا في فرنسا اللي في فرنسا اللي تضرب بالبي 52 وفرنسا اللي ضربت في الهند الصيني يعني من الدول العظام حارت فيهم فرنسا وفي خاتمة المطاف ما وجا رئيس حكومتهم مانديس فرانس في 31 جويلية عام 54 وألقى أمام البي الكلمة نتاعو النداء نتاعو معناها للهدوء وفرنسا مستعدة يعني باش تعطيكم الحكم الذاتي الاستقلال الذاتي إن صح التعبير بحيث إذا كان باش الإنسان ينصف الناس ويقول معناها كلمة الحق إن دور أولاد الشريط في الثورة كان دور حاسم بعد الاستقلال الذاتي شكون كان يعني موقف مثال الحكم يعني تجاه مثال أولاد الشريط بعد الاستقلال بعد الحكم الذاتي بعد الاستقلال يعني بعد 56 انت تقصد بعد الاستقلال التام يعني بعد الاستقلال التام كان أولاد الشريط محل حظوه ومحل تقدير وكانوا راضين على انفسهم والعروش الكل تقدر أولاد الشريط وتجلهم ايما اجلال هذا زياده على احترام السلطه له ولما ارادت السلطه ساعتها باش تكون اطارات معناها باش تسوس بها البلاد باش تحكم بها البلاد مثلا كما كونت النواة تاع الحرس الوطني اللي خلف من الجدرمية سابق والا باش يتكون اطار الولات اللي خلف اطار المراقبين المدنيين والا المعتمدين اللي معناها اللي يكون اطارهم اطار العمال من الجهات سابق بحيث ما راعتش النظام ما راعاش فقط الامكانيات
يعني المدرسيه صح التعبير، سي فلان عنده الدكتوراه ولا سي فلان عنده ليزانس، راعت هذا المحل. لانه الشيء الهام جدا اللي راعته هو مدى يعني اخلاص الناس هذوكم للنظام الجديد. شكون كان الجزائر؟ إن مساهمة أولاد الشريط في تحرير تونس شيء معترف به، فحسينية مثلا تحصلت على وسام الجمهورية من الرئيس السابق، وعلي الشريطي وغيره تحصلوا على منصب معتمد. ولكن الشيء الذي يهمنا هل أن أولاد الشريط خاصة عمره قاعد مختفي مسكين، عندما جاء نظهر الغادي وبث فيهم شوية دعاية وصل باش قناع خمسة ستة أفراد عندهم قيمتهم، عندهم ينضموا الخمسة ستة أفراد ولا سبعة أفراد خلاهم لهنا، ولت نواة فرق تقريبا 13 أو 14 فرد بك العزيمة الفولاذية وبك الشجاعة وباش كذا، هذيك كل مرة تعمل حويجة في جبل. اش معناها تعمل حويجة في جبل؟ كل مرة تتلاقى هي والسلطة الفرنسوية وقلت لك الرصاصة راه بحالهم. كيف استمرت الحالة في عام 52 وما شدوش الأزهر وما وقعش القبض على الأزهر وإلا كالرفاق بتاعه، شبه تشجعت بعض فرق أخرى، كل فرقة بعثت نواة عليها، بعثت ثلاثة أربعة خمسة أفراد أخرى وانضموا البعض. حتى وصلت في اخر المطاف عندنا 1867 ثائر من الجنوب، اي من الجنوب كله 1867 ثائر، مش كيف العباد العاديين، ناس اسود، ناس شجعان، ناس يحاربوا في فرنسا، اللي في فرنسا اللي تضرب بالبيس ان كاندوز، وفرنسا اللي 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 ضربت في الهند الصيني. يعني من الدول العظام حارت فيهم فرنسا، حارت فيهم. وفي خاتمة المطاف ما وجا رئيس حكومتهم مانديس فرانس في 31 جويلية عام 54 وألقى أمام البي هاك الكلمة نتاعو، هاك النداء نتاعو معناها للهدوء، وفرنسا مستعدة يعني باش تعطيكم الحكم الذاتي الاستقلال الذاتي إن صح التعبير، بحيث إذا كان باش الإنسان ينصف الناس ويقول معناها كلمة الحق، إن دور أولى الشريط في الثورة كان دور حاسم. بعد الاستقلال سيدي شكون كان يعني موقف مثال الحكم يعني تجاه مثال أولى الشريط؟ بعد الاستقلال؟ بعد الحكم الذاتي، بعد الاستقلال يعني بعد 56، انت تقصد بعد الاستقلال التام يعني كامل. بعد الاستقلال التام كان ولا الشريط محل حظوة ومحل تقدير، وكانوا راضين على انفسهم والعروش الكل تقدر ولا الشريط وتجلهم ايما اجلال، هذا زياده على احترام السلطه له. ولما ارادت السلطه ساعتها باش تكون اطارات معناها باش تسوس بها البلاد، باش تحكم بها البلاد، مثلا كيما كونت النواة تاع الحرس الوطني اللي خلف من الجدرمية سابق، والا باش تكون اطار الولات اللي خلف اطار المراقبين المدنيين، والا المعتمدين اللي معناها اللي كون اطارهم اطار العمال من القياد سابق، بحيث ما رعتش النظام، ما رعاش فقط الامكانيات يعني المدرسيه صح التعبير، سي فلان عنده الدكتوراه ولا سي فلان عنده ليزانس، راعت هذا المحل. لانه الشيء الهام جدا اللي راعته هو مدى يعني اخلاص الناس هذوكم للنظام الجديد. شكون كان الجزائر؟ إن مساهمة أولاد الشريط في تحرير تونس شيء معترف
به. فحسينية مثلا تحصلت على وسام الجمهورية من الرئيس السابق، وعلي الشريتي وغيره تحصلوا على منصب معتمد. ولكن الشيء الذي يهمنا، هل أن أولاد الشريت خاصة عمره قاعد مختفي مسكين؟ عندما جاء نظهر الغادي وبث فيهم شوية دعاية وصل باش قنع خمسة ستة أفراد، خمسة ستة أفراد عندهم قيمتهم، عندهم ينضموا الخمسة ستة أفراد ولا سبعة أفراد خلاهم لهنا، ولت نواة فرق تقريبا 13 أو 14 فرد، 13 أو 14 فرد، بك العزيمة الفولاذية وبك الشجاعة وباش كذا، هذيك كل مرة تعمل حويجة في جبل. إيش معناها تعمل حويجة في جبل؟ كل مرة تتلاقى هي والسلطة الفرنسوية وقلت لهم قول رصاصة لبعضهم. كيف استمرت الحالة في عام 52 وما شدوش الأزهر وما وقعش القاضي قبض على الأزهر وإلا كالرفاق بتاعه، شبه تشجعت بعض فرق أخرى، كل فرقة بعثت نواة عليها، بعثت 3 4 5 أفراد أخرى وانضموا البعض، حتى وصلت في آخر المطاف عندنا 1867 ثائر من جنوب، أي بلد من الجنوب كل 1867 ثائر، مش كيف العباد العاديين، ناس أسود، ناس شجعان، ناس يحاربوا في فرنسا، اللي في فرنسا اللي تضرب بالبي 52، وفرنسا اللي ضربت في الهند الصيني، يعني من الدول العظام حارت فيهم فرنسا، حارت فيهم. وفي خاتمة المطاف موجة رئيس حكومتهم مانديس فرانس في 31 جويلية عام 54 وألقى أمام البي أكل الكلمة متاعه، أكل النداء متاعه للمناه للهدوء، وفرنسا مستعدة يعني باش تعطيكم الحكم الذاتي الاستقلال الذاتي إن صح التعبير، بحيث إذا كان باش الإنسان ينصف الناس ويقول معناها كلمة الحق، إن دور أولاد الشريط في الثورة كان دور حاسم. بعد الاستقلال الأسدي شكون كان يعني موقف مثال الحكم يعني تجاه مثال أولاد الشريط؟ بعد الاستقلال؟ بعد الحكم الذاتي؟ بعد الاستقلال يعني بعد 56. أنت تقصد بعد الاستقلال التام يعني كان بعد الاستقلال التام؟ كان أولاد الشريط محل حظوة ومحل تقدير وكانوا راضين على أنفسهم، والعروش الكل تقدر أولاد الشريط وتجلهم أيما إجلال، هذا زيادة على احترام السلطة له. ولما أرادت السلطة ساعتها باش تكون إطارات معناها باش تسوس بها البلاد، باش تحكم بها البلاد، مثلا كما كونت النواة تاع الحرس الوطني اللي خلف من الجدرمية سابق، وإلا باش يتكون إطار الولات اللي خلف إطار المراقبين المدنيين، وإلا المعتمدين اللي معناها اللي كون إطارهم إطار العمال من القيادة سابق، بحيث ما رعتش النظام، ما رعاش فقط الإمكانيات يعني المدرسية صح التعبير، سي فلان عنده الدكتوراه ولا سي فلان عنده الليسانس، راعت هذا المحال، لأنه الشيء الهام جدا اللي راعته هو مدى يعني إخلاص أك الناس هذوكم للنظام الجديد. شكون كان الجزائر إن مساهمة أولاد الشريط في تحرير تونس شيء معترف به. فحسينية مثلا تحصلت على وسام الجمهورية من الرئيس السابق، وعلي الشريتي وغيره تحصلوا على منصب معتمد. ولكن الشيء الذي يهمنا، هل أن أولاد الشريط خاصة عمره قاعد مختفي مسكين؟ عندما جاء نظهر الغادي وبث فيهم شوية دعاية وصل باش قنع خمسة ستة أفراد،
خمسه سته افراد عندهم قيمتهم، عندهم ينضموا الخمسه سته افراد ولا سبعه افراد خلاهم لهنا، ولا ولات نواه فرق تقريبا 13 او 14 فرد، 13 او 14 فرد بك العزيمه الفولاذيه وبك الشجاعه وباش كذا، هذيك كل مره تعمل حويجه في جبل. اش معناها تعمل حويجه في جبل؟ كل مره تتلاقى هي والسلطه الفرنسويه ويطلقوا الرصاصه على بعضهم. كيف استمرت الحاله في عام 52 وما شدوش الازهر وما وقعش القبض على الازهر والا كالرفاق بتاعه، شبه تشجعت بعض فرق اخرى، كل فرقه بعثت نواه عليها، بعثت ثلاثه اربعه خمسه افراد اخرى وانضموا البعض، حتى وصلت في اخر المطاف عندنا 1867 ثائر من جنوب، اي بلد من جنوب كل 1867 ثائر، مش كيف العباد العاديين، ناس اسود، ناس شجعان، ناس يحاربوا في فرنسا، اللي في فرنسا اللي تضرب بالبي 52 وفرنسا اللي ضربت في الهند الصيني، يعني من الدول العظام حارت فيهم فرنسا، حارت فيهم، وفي خاتمة المطاف ما وجا رئيس حكومتهم مانديش فرانس في 31 جويلية عام 54 وألقى أمام البي هاك الكلمة نتاعو، هاك النداء نتاعو معناها للهدوء، وفرنسا مستعدة يعني باش تعطيكم الحكم الذاتي الاستقلال الذاتي إن صح التعبير، بحيث إذا كان باش الإنسان ينصف الناس ويقول معناها كلمة الحق، ان دور اولى الشريط في الثوره كان دور حاسم بعد الاستقلال السادس، شكون كان يعني موقف مثال الحكم يعني تجاه مثال اولى الشريط بعد الاستقلال؟ بعد الحكم الذاتي بعد الاستقلال يعني بعد 56، انت تقصد بعد الاستقلال التام يعني كان بعد الاستقلال التام كان اولى الشريط محل حظوه ومحل تقدير وكانوا راضين على انفسهم والعروش الكل تقدروا ولا الشريط وتجلهم ايما اجلال، هذا زياده على احترام السلطه له، ولما ارادت السلطه ساعتها باش تكون اطارات معناها باش تسوس بها البلاد باش تحكم بها البلاد، مثلا كما كونت النواه تاع الحرس الوطني اللي خلف من الجدرميه سابق، والا باش تكون اطار الولات اللي خلف اطار المراقبين المدنيين، والا المعتمدين اللي معناها اللي كون اطارهم اطار العمال من القياد السابق، بحيث ما راعتش النظام، ما راعاش فقط الامكانيات يعني المدرسيه صح التعبير، سي فلان عنده الدكتوراه ولا سي فلان عنده ليزانس، راعت هذا المحل، الا انه الشيء الهام جدا اللي راعته هو مدى يعني اخلاص اك الناس هذوكم للنظام الجديد. شكون كان الجزائر؟ ان مساهمه اولاد الشريط في تحرير تونس شيء معترف به، فحسنية مثلا تحصلت على وسام الجمهورية من الرئيس السابق، وعلي الشريطي وغيره تحصلوا على منصب معتمد، ولكن الشيء الذي يهمنا هل أن أولاد الشريط خاصة عمره قاعد مختفي مسكين، عندما جاء الأزهر الغادي وبث فيهم شوية دعاية وصل باش قنع خمسة ستة أفراد، خمسة ستة أفراد عندهم قيمتهم، عندهم ينضموا الخمسة ستة أفراد ولا سبعة أفراد خلاهم لهنا، ولات نواة فرق تقريبا 13 أو 14 فرد، 13 أو 14 فرد بك العزيمة الفولاذية وبك الشجاعة وباش كذا، هذيك كل مرة تعمل حويجة في جبل. اش معناها تعمل حويجة في جبل؟ كل مرة تتلاقى هي والسلطة الفرنسوية
قلت له قول رصاص راه بحالو كيف استمرت الحاله في عام 52 وما شدوش الازهر وما وقعش القال قبض على الازهر والا كالرفاق بتاعو شبه تشجعت بعض فرق اخرى كل فرقه بعثت نواه عليها بعثت ثلاثه اربعه خمسه افراد اخرى وانضموا البعض حتى وصلت في اخر المطاف عندنا 1867 ساير من جنوب اي بلد من جنوب كل 1867 ساير مش كيف العباد العاديين ناس اسود ناس شجعان ناس يحاربوا في فرنسا اللي في فرنسا اللي تضرب بالبي 52 وفرنسا اللي ضربت في الهند الصيني يعني من الدول العظام حارت فيهم فرنسا حارت فيهم وفي خاتمة المطاف ما وجا رئيس حكومتهم مانديس فرانس في 31 جويلية عام 54 وألقى أمام البي هاك الكلمة نتاعو هاك النداء نتاعو معناها للهدوء وفرنسا مستعدة يعني باش تعطيكم الحكم الذاتي الاستقلال الذاتي إن صح التعبير بحيث إذا كان باش الإنسان ينصف الناس ويقول معناها كلمة الحق ان دور اولاد الشريط في الثوره كان دور حاسم بعد الاستقلال سيدي شكون كان يعني موقف مثال الحكم يعني تجاه مثال اولاد الشريط بعد الاستقلال بعد الحكم الذاتي بعد الاستقلال يعني بعد 56 انت تقصد بعد الاستقلال التام يعني كان بعد الاستقلال التام كان اولاد الشريط محل حظوه ومحل تقدير وكانوا راضين على انفسهم والعروش الكل تقدر ولا الشريط وتجلهم أيما إجلال هذا زيادة على احترام السلطة له ولما أرادت السلطة ساعتها باش تكون إطارات معناها باش تسوس بها البلاد باش تحكم بها البلاد مثلا كما كونت النواة تاع الحرس الوطني اللي خلف من الجدرمية سابق والا باش يتكون اطار الولات اللي خلف اطار المراقبين المدنيين والا المعتمدين اللي معناها اللي يكون اطارهم اطار العمال من القياد السابق بحيث ما رعتش النظام ما رعاش فقط الامكانيات يعني المدرسيه صح التعبير سي فلان عنده الدكتوراه ولا سي فلان عنده ليزانس راعت هذا المحل لانه الشيء الهام جدا اللي راعته هو مدى يعني اخلاص اك الناس هذوكم للنظام الجديد شكون كان الجزائر حيث ان مساهمه اولاد الشريط في تحرير تونس شيء معترف به فحسنية مثلا تحصلت على وسام الجمهورية من الرئيس السابق وعلي الشريطي وغيره تحصلوا على منصب معتمد ولكن الشيء الذي يهمنا هل أن أولاد الشريط خاصة عمره